والصحفي المصري والمهتم بشأن الليبي، بداية أهلا بك. إحاطة ستيفاني ويليامز أمام مجلس الأمن وربما تغيرت نبرة الصوت بعض الشيء، هل هذه الإحاطة ستغير شيئا في واقع الأزمة الليبية أم ستبقى مثلها مثل أي إحاطة قدمت من قبل ومجرد بيانات وإحاطة فقط؟ في الحقيقة أخي منذر، يعني إحاطة المبعوثة أو القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا تغيرت بعض الشيء، وما فيها من محتوى تغير بعض الشيء عن بعض الإحاطات التي تقدمت بها سابقا في جلسات مجلس الأمن حول ليبيا، وإن كان يعني أستطيع أن أقول أنها كانت نوع من أنواع المكاشفة لبعض الحقائق في الغرب الليبي وسيطرة الميليشيات والمرتزقة على مقدرات الشعب الليبي ومحاولة استنزاف ثروات مصرف ليبيا المركزي لصالح الأتراك، وبالتالي الإحاطة كانت فيها نوع من المكاشفة. أعتقد أنها يعني ستغير في الأمر شيء، خاصة مع قرب أن يكون هناك دعوات للحوار السياسي لجميع الأطراف على الساحة الليبية من أجل التفاوض على حل الأزمة الليبية الراهنة سياسيا، وأعتقد ستحاول أن تكون هناك دور كبير للبعثة في إيقاف النزيف الذي يحدث لمصرف ليبيا المركزي، وخاصة أن ما قالته ستيفان ويليامز اليوم يؤكد ما قاله القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر حول فكرة إغلاق النفط من قبل الشعب الليبي ومن قبل القبائل الليبية، بأن عائدات النفط التي كانت تتحصل عليها في الفترة الماضية حكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي كانت تذهب إلى الميليشيات وتذهب لدعم المرتزقة ودعم العدوان التركي على ليبيا، وما تقدمت به اليوم ستيفان ويليامز يؤكد هذا الأمر وهو بمثابة شهادة لأن خطوة إقفال النفط وعدم ذهاب العائدات إلى مصرف ليبيا المركزي وتقدم بأن يكون هناك حساب مجمد تشرف عليه الأمم المتحدة على أن يتم تقييمه لاحقا لحكومة منتخبة ولسلطة منتخبة. أيضا الأمر الذي تطرقت إليه ستيفان ويليامز هو خطورة وجود المرتزقة والتدفق الأسلحة بشكل مستمر من قبل الأتراك، وخاصة في الأيام الأخيرة كان هناك وصول عدد من المعدات الثقيلة من قبل تركيا لقاعدة الوتلة الجوية ومحاولة تجهيز القواعد العسكرية التي تسلمتها من حكومة الفاق الغير العربي، ومحاولة كسب المزيد من الوقت من قبل الأتراك. طيب نقف عند نقطة معينة، سيد أبو بكر الشرقاوي قالت بأن انتشار السلاح لا يهدد الليبيين فقط بل يهدد دول الجوار، هذه التصريحات جاءت بعد زيارتها إلى القاهرة أليس كذلك؟ بالفعل، يعني أنا أعتقد أن تأثير كبير من الإحاطة ومن محتوى الإحاطة كان بسبب زيارة ستيفان ويليامز للقاهرة ولقائها حتى مع عدد من المراكز البحثية التي تتولى أمر الشأن الليبي ودراسة الشأن الليبي، وأيضا لقائها مع المخابرات العامة المصرية وكذلك الجامعة العربية ووزير الخارجية سامح شكري، لها أثر فعال. ولا يعني حتى خلال الأسبوع الماضي القوات الجوية المصرية كانت قد استهدفت رطل من العربات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر حاولت اختراق الحدود المصرية الليبية خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي هو يؤكد ما أشارت إليه ستيفان ويليامز، وتم عرض هذه الصور التي تم فيها استهداف العربات المسلحة التي حاولت اختراق الحدود الغربية لمصر، وبالتالي أعتقد أن خطورة وجود المرتزقة واستمرار تدفق الأسلحة لا يهدد دول الجوار الليبي بحسب، بل أن تواجد المرتزقة وتدفق ده يهدد ايضا الغرب الافريقي. هناك خط يتم محاوله استعادته مره اخرى وهو خط الاسلحه وتدفق الاسلحه وانتقال المقاتلين من ليبيا وحتى نيجيريا ومالي والسنغال، وهو ايضا يقوض عمليات فرنسا في الغرب الافريقي لاحلال السلام ومواجهه الجماعات التكفيريه والجماعات الارهابيه المسلحه مثل بوكو حرام في هذه الدول. وبالتالي خطر استمرار تدفق المرتزقة واستمرار تدفق الأسلحة على ليبيا لا يهدد الدول الجوار فحسب بل يهدد تركيا بشكل عام. أيضا العمق الاستراتيجي كليبيا التي تمتد على أكثر على ما يقرب من حوالي 2000 كيلومتر من الساحل من البحر المتوسط وهي جنوب أوروبا،
تهدد ايضا يعني فكره الهجره غير الشرعيه وتدفق ومحاوله وصول المرتزقه للعمل كذئاب منفرده داخل اوروبا، يهدد ايضا امن الاتحاد الاوروبي وجنوب اوروبا، وعلى المجتمع الدولي ان يتدخل بشكل واضح وفعال وان يدعو في سرعه وفي عجاله لحوار سياسي لحل الازمه الليبيه. التاخر والتباطؤ من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الامم المتحده ومن قبل الاتحاد الاوروبي في عدم اجراء حوار سياسي حتى هذه اللحظه هو يضر بالقضيه الليبيه بكل الاشكال، وبالتالي هو يضر بامن اوروبا، وعليهم ان يتخذوا من الحيطه والحذر بما يحدث في الغرب الليبي تحديدا وتدفق الاسلحه وتدفق المرتزقه خلال. نعم وصلت الفكره. نعم وصلت الفكره سيد ابو بكر الشرقاوي الصحفي المصري والمهتم بالشان الليبي، كنت معي عبر الهاتف من القاهره، شكرا جزيلا لك.